ويبينار زبتر مصر. معاكم سحر العنيمي. النهاردة هنتكلم عن منتج يبان ان هو غير حصري، لكن الحقيقة هو زي منتجات شركة زبتر هو حصري ومميز جدا. كلنا طبعا عارفين مميزات الاواني وبنستخدمها وبنبتكر فيها. طيب ايه رأيكم لو حولناها لآنية طهي بس بالضغط؟ احنا مش هنغير اي حاجة ولا هنغير الحلة بتاعتنا، ولكن هنستعمل المنتج اللي قلنا عليه ان هو حصري لشركة زبتر اللي هو السينكرو كليك. معانا مدام نيفين العنيمي هتكلمنا عن استخدام السينكرو كليك ومميزاته. اتفضلي مدام نيفين. صباح الخير. احنا ما عندناش حل الضغط لان احنا واخدين كل مميزات الانيه العاديه، بس هنضيف لها مدخول اخر او عامل اخر، عامل الضغط، لانه عامل الضغط مهم جدا في توفير الوقت والنوم. هنشرح غطاء الضغط وهنقول ايه مميزات ان يكون عندي غطاء ضغط مش آلية ضغط كمان. اول حاجة بيجي عندي الجزء البلاستيك ده، والجزء ده عشان يحمي ايدينا من الحرارة ما نشوفش البخار او ما بنتلسعش منه، وده اول جزء. طيب بيجي بعد كده عندي اول ما بشيل الجزء ده بلاحظ فيه ستامب كده اسمه تي او بي. التي او بي دي منظمة في الاتحاد الاوروبي بتمنح شهادة الايزو للاشياء او الحاجات اللي بتشتغل بالضغط. هنبدا في اول حاجه هنفك الزرار الاولي او الصمام الاولي اللي بيعرفني ان الضغط بتاعي وصل للمستوى المفروض يوصل له وهو 1 بار. المسمار عباره عن مسمار بسوسته، السوسته متعايره عند 1 بار. اول ما الضغط جوه الاناء بيوصل ل 1 بار تبدا السوسته تنضغط ترفع الزرار الاحمر. يبقى انا اول ما هشوف الزرار الاحمر اعرف كده ان الضغط بتاعي وصل لواحد بار. تمام؟ بصبر دقايق او ثواني بسيطه قبل ما اوطي النار بتاعتي. عندي طريقتين للتوطين، يا اما الاقي المؤشر دخل جوه الاخضر زي ما احنا متعودين في استعمال الاواني، يا اما بدوس على الزرار الاحمر اول ما بيطلع بيبقى لسه سايب مش ماسك نفسه، بدوس عليه كده دوسات اول ما بلاقيه مسك نفسه بوطي النار. اي طريقه تعجبكم تقدروا تشتغلوا بيها. اتفقنا ان احنا واخدين ايزو. الايزو ده في الصمام الثانوي بتاعي او صمام الامان. يعني ايه صمام الامان؟ يعني لو الضغط بتاعي زاد جوه، طبعا وارد جدا واحنا واقفين بنطبخ ممكن نغطي على عين غير العين اللي محطوط عليها حاله الضغط. ده عباره عن بليه برضه سوسته، بس السوسته هنا متعايره عند بعد 1 بار. يبدا لو الضغط زاد حاجه بسيطه ببدا اشوف بخار متصاعد من الجزء ده. زاد قوي بقى تبدا السوسته برضه البليه تزق السوسته تفتح الجزء المطاطي ده، والاقي البخار نازل من جانبي الحله كان اللبن بيفور عندي. ده امان علشان الحله ما بعد الشر ما تنفجرش. ايه ميزه بقى ان يكون عندي غطاء ضغط مش آليه ضغط؟ زي ما انتم حضراتكم عارفين ان المقاس الواحد، اولا السينكرو كليك مقاسين، مقاس 20 ومقاس 24. مقاس ال 20 هيركب على اواني ال 20، مقاس 24 هيركب على 24. بيبقى مرات مثلا انا مش عايزه اعمل اكل كتير، يعني عايزه اعمل شويه صغيرين، مش محتاجه اطلع كل الانيه الكبيره دي عشان اعمل كوبايه فول. باخد الانيه الاصغر منها واحط فيها الحاجه اللي عايزه ازوديها. وهو برده بيقول لنا اني انيه تنفع استخدمها. ببساطه بنقلب ظهر الانيه بنلاقي علامه تاج. التاج ده بيقول لك ينفع يركب عليه غطا سينكرو كليك. يبقى انا عايزه اطبخ حاجه قليله، هاخد المقاس بتاعي اللي معايا القليل واعمل فيه. عايزه حاجه اكبر هاخد المقاس الاكبر. ده ميزه ان عندي غطا ضغط واحد. طيب سؤالي يا مدام نيفين، اتفضلي. انا بلاقي هنا في الانيه بتاعتي زي علامتين كده. تمام. اوكي، شرطتين تحت بعض كده. تمام. دول بتوع ايه؟ احنا اتفقنا ان نفس استعمال الانيه هيمشي مع استعمال غطاء الضغط. العلامتين اللي شاورت عليهم مدام سحر دول اقصى مكان اقدر او اقصى سعه لتريه بحط فيها. يعني لو انا بعمل شوربه او بعمل اي حاجه الفرخه بالشوربه مستواها المفروض ما يزيدش عن علامات دي، لان دي تقريبا تلتين الانيه. طبعا اي ست بيت عارفه انه مفيش اي حاجه بنطبخها بتوصل لحافه الانيه. وفي نفس الوقت برضو لان هنا في ضغط المفروض انه برضو الانيه ما تقلش عن التلت، يعني يبقى
يبقى اقل حاجه التلت، اكتر حاجه التلتي. جميل، شكرا. يعني لو انا مش قادره بالعين اعاير بالظبط، انا عندي العلامات دي بالظبط بالظبط، من غير ما اقعد افكر او اعتاس، هي بمنتهى السهوله العلامات موجوده. اوكي، ربنا ينصحك. اسالي ايه؟ لا، ممكن نعمل التجربه بقى عشان نوريهم امتى الزرار بيرتفع. احنا هنعمل تجربه عملي، هنحط بس شويه ميه علشان تشوفوا السرعه في التسخين وفي الاداء، وازاي ما بشوفش بخار بعد فتره، ونفس طريقه الانهاء العادي للوضوء. انا هرفع الغطاء بتاع السينكو، بنحطه كده على الثيرمو كنترول بتاعه، نحط الميه بتاعتنا في الاناء. الاناء ما بيتمليش اكتر من تلتينه، ما ينفعش اقل من التلت برضو. بنركب الغطاء بمنتهى السهوله زي ما قلنا، هي كليك واحده كده اهو، قفل، مش محتاجين اي مجهود. هنشغل اندكشن، بننتظر بس دقايق لحد ما الزرار الاحمر يبدا يطلع. هنشوف يا اما قلنا نتقيد بالثيرمو كنترول بالمؤشر، او بضغطات بسيطه على الزرار الاحمر ده عشان ابتدي اوطي على الاكل. بالظبط، تمام. زي ما حضراتكم شايفين بدا الزرار يطلع. اول ما بيطلع الزرار مش ماسك نفسه قوي، بدوس عليه كده لسه ناعم، لسه الحراره ما ظبطتش، فبنصبر عليه ثواني. بعد كده ابدا اوطي النار او اتقيد زي ما قلنا بالمؤشر. لما يخش جوه المنطقه الخضراء هوطي النار بتاعتي عادي جدا. كده بدا يجمد، فهبدا اوطي النار بتاعتي. طب ولو انا مثلا عايزه خلاص اطفي او عايزه افتح الغطاء بسرعه، هل ممكن يعني يعني هل ممكن انا افضل ادوس يعني عندي ادوس؟ ايوه اكيد. ساعات بنبقى مستعجلين ومش عايزين نصبر لحد ما الغطاء يهدى لوحده او الضغط يتسرب لوحده وينزل، فهبدا ادوس ضغطات كده اهو شايفين حضراتكم. يعني لو طفينا كده انا عايزه افتح الانيه بسرعه، هفضل ادوس كده ضغطات كده اهو. كل ما بدوس كل ما البخار بتاعي يطلع لحد ما الغطاء يفتح، او افتح الحنفيه واحطها على الحنيه. طبعا هيحصل عمليه تبريد، بالتالي الضغط هينزل بسرعه واقدر افتح الاناء. شايفين حضراتكم مجرد ما ارتفع انا الزرار نزل اهو، اقدر افتح الغطاء. منتهى السهوله في الاستعمال، منتهى السهوله جدا، ولا في الم في اليدين ولا لف ولا صفاره ولا الجراند تسمع صوت الصفاره ولا ريحه الاكل بنطبخ ايه في البيت. منتهى السهوله، عشان كده حتى اسمه سينكو. بعد الاستخدام انا طبخت، ازاي انضف او ازاي اغسل السينكو كليك؟ اول حاجه الكفر البلاستيك ده انا بشيله بمنتهى السهوله، بغسله واسيبه ينشف عندي. تاني حاجه الحلقه المطاطيه، لو انا عامله مثلا اي حاجه فيها دهون او زيوت بتبقى فيها نسبه من الدهون والزيوت هنا، علشان انضفها بسرعه بحط مثلا على الاسفنجه بتاعتي الفرن او الصابون بتاعي ونقطتين خل وبتنضف بمنتهى السهوله واسيبها تنشف. بعد كده بيجي ايه؟ السموم اللي قلنا عليه بتاع الامان اللي هو الكاوتش عندي، بيبقى زي الرابر كده، بعمله كده اهو يمين وشمال، بيطلع في ايدي. اوكي، بعد كل طبخه بحطه في ميه فيها خل، مجرد سوري كوبايه فيها خل، مجرد ان الخل يغطي الايه السموم بتاعي، وبعد كده بشطفها وبحطها. طيب
هل الصمام ده اللي هو الاساسي مضطرة ان انا اغسله؟ ممكن ده كل فترة، ممكن كل شهر احطه برضو في خل واغسله اشطفه وارجعه تاني. خلاص طيب ازاي انا اقدر احطه في اليونت بتاعة المطبخ او في دولاب المطبخ؟ انا عندي الحلقة المطاطية دي، ممكن يا اما اشيلها واحطها لوحدها او اخليها كده متركبة في الغطاء بتاعي، تمام، واحطه بالمنظر ده في الدولاب بتاعي. تمام، عند الاستخدام بتاع السينكرو كليك انا هسلق لحمه، هعمل حمص، هعمل اي حاجه، مجرد ان انا الرابر ده او المطاط ده بشطفه بالميه واركبه وابتدي استعمل الاناء بتاعي. طيب انا ليه بستعمل غطاء السينكرو كليك؟ اول حاجه انا هو بيوفر لي في الوقت كتير بنسبه 80%. تاني حاجه الاكل بيطلع مختلف. ليه؟ لو انا هعمل لحمه، اللحمه عندي بتطلع طريه وناعمه زي الزبده. لو انا بعمل حمص او فول او حاجه من البقول ما بتاخدش مني وقت. ثانيا الصفاره، انا في الاواني العاديه او في حاله الضغط العاديه دايما الصفاره ودايما ريحه البيت كلها نفس الاكل اللي انا بستعمله او اللي انا بطبخه في الاريه. انا هنا لا هسمع صوت ولا هشم ريحه اكل، وفي نفس الكلام وفي نفس الوقت الامان بتاعي ان طول ما الحله شغاله والضغط تمام في الحله انا ما ينفعش او السينكرو كليك ما بيسمحليش ان انا افتحه الا لما البخار بتاعه او الضغط بتاعه ينزل خالص والزرار الاحمر ده ينخفض خالص، وبعدين ابتدي ايه افتح الانيه بتاعتي. ده باختصار شديد السينكرو كليك اللي هو يعني في حياتنا كلنا يوميا احنا بنستعمله. احنا في فيرجن قبل كده في السينكرو كليك من زمان قوي، الناس اللي مستخدماه من زمان، الصمام ده بيبقى فيه كاوتشه حمراء صغيره كده، دايره صغيره، دي اخلي بالي منها وانا بغسل الايه الصمام داخل الكاسه بتاعتي او داخل الكوبايه بتاعتي. الموديلات الجديده ما فيهاش ده، مش هتلاقوها خالص لانها كلها مصمطه او كلها شكل واحد. في بعض الاخطاء شائعه في طريقه استخدامنا للسينكرو كليك، عايزين نعرف ايه هي الاخطاء دي مع مدام نيفين. مثلا اول حاجه السينكرو كليك لما بنيجي مثلا نسلق لحمه او فراخ او اي حاجه بتغلي في الاول واشيل الريم بتاعها ببتدي اغطي بالسينكرو كليك. تمام، خلاص. هل لازم استنى اكني حاطه كله على البارد؟ لا اكيد لا. ولا ليها تعليمات؟ لا 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 اكيد لا. لو انا اوريدي غاليه الميه يعني درجه الحراره او درجه حراره الانيه عاليه، اول ما احط سينكرو كليك هتاخد وقت اقل علشان الضغط يرتفع، مش هتبقى زي من البدايه كاني انا لسه بغلي ميه او انا مثلا حاطه لحمه ببصل وقافله الحله. في الحاله دي هتاخد وقت اطول، لكن الغليان هيقصد لي وقت، فببقى مركزه ان انا وانا حاطه الغطا ان هيبقى وقت قليل جدا عشان الزرار يبدا يرتفع. تمام، طيب لما اجي ابرد الانيه بالسينكرو كليك، انا مثلا عايزه ارفعها من على النار بدري وابتدي ابردها. بصي بنصحك برضو لما بنبرد، هي قاعده فيزياء ملهاش دعوه بالسينكرو كليك او بالانيه. هي الفيزياء بتقول انه ما ينفعش يكون عندي درجه حراره سخنه جدا اروح اطفي حمام مائي، ما ينفعش انقل من سخن قوي لساقع. ابدا احط مجرد ميه او رشاش ميه من فوق علشان انزل درجه الحراره. تمام. برضو الاخطاء الثانيه غطا سينكرو كليك ما بنحطوش الا كده على الكنترول بتاعه، ما بنقلبوش كده، يعني لما احفظه كده. في اخطاء ثانيه؟ لا هو بس عشان القطعه المطاطيه دي تفضل بنفس الاستداره بتاعتها بالظبط وتركب على السينكرو كليك بطريقه صح. ولو حسينا ان القطعه المطاطيه لاي سبب ما ركبتش نغسلها ميه بارده ونحطها هتقفل الميه. تمام، شكرا مدام نيفين. عفوا، الله يسعدك. شكرا لحسن متابعتكم، واتمنى ان احنا نكون قدرنا نساعد في التعرف على مميزات السينكرو كليك، واتمنى ان انتم تبادروا باقتناء السينكرو كليك علشان تستمتعوا بالمزايا بتاعته سواء من توفير الوقت او المجهود وكمان بالطعم الجميل. شكرا.